السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة الأعزاء ومرحبا بطلابنا المحترمين. حتى قال الحمد لله، حتى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا. هناخد النهاردة يا شباب تاني فيديو ليا على القناة، تمام، بخصوص كيمياء الصف الثاني الثانوي ترم أول، وهنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نختصر في الوقت ونشرح، وبإذن الله أحب أنوه بس يعني إن شاء الله هنشرح المنهج كله وهنحل من كتاب الامتحان، بس بشرط يعني الناس تتابع معايا وتدعم، يعني الناس قلق كومنتات، قلق أسئلة، قلق الناس بتعمل لايك عشان القناة تدعم نفسها، ويبقى في يعني تشجيع منكم إن نستمر. هنتكلم النهاردة عن الطيف الزري وتفسيره. الطيف الزري وتفسيره، تمام؟ الطيف الزري وتفسيره ده زي ما قلت ده تاني فيديو في منهج تاني كيمياء تانية ثانوي ترم أول. الفيديو التاني هتلاقيه على البلاي ليست، تمام؟ القناة هتدخل على الصفحة الرئيسية للقناة وهتلاقي البلاي ليستس او قوائم التشغيل، اسمها كده بلاي ليستس او قوائم التشغيل. هتدخل قوائم التشغيل او البلاي ليستس، هتلقى قائمه تشغيل او بلاي ليست باسم كيمياء الصف الثاني الثانوي ترم اول، تمام. هتلقى في فيديو قبل ده انا شرحه على الورق بالورقه والقلم الكافي، تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الطيف الزري وتفسيره. العلماء عشان يفسروا الطيف الزري يا جماعه عملوا ايه؟ جاب ذرات عنصر نقي، تمام، في الحالة الذرية أو الغازية، في الحالة الذرية أو الإيه؟ أو الغازية، تمام؟ وحطه في درجة حرارة مرتفعة أو ضغط منخفض في أنبوب التفريغ الكهربي، تمام؟ أنبوب التفريغ الإيه؟ الكهربي ديت، تمام؟ طيب، إيه اللي حصل؟ أعطانا بعد ما حصل ارتفاع درجة حرارة أو ضغط منخفض في أنبوب التفريغ، تمام؟ طلع العنصر ده، ذرات العنصر النقي ده طلعت طيف انبعاث خطي، طلعت وميض كده او انبعاث طيف، تمام، اشعاع زي ما بيقولوا. الطيف الخطي ده سموه لاين سبيكترم، لاين سبيكترم او الطيف الخطي، لاين سبيكترم او الطيف الخطي. طيب بعد فحص الطيف الخطي ده طلع بيتكون من عدد صغير من الخطوط الملونه تفصل بينها مساحات معتمه، تمام. هنشوف الكلام ده كله دلوقتي، يعني اصبر معايا لاخر الفيديو. الطيف الخطي لاي عنصر صفه مميزه له، ليه؟ لان هم جابوا كذا عنصر لقوا كل عنصر مختلف عن التاني في الطيف الخطي بتاعه. يا شباب تعالوا نشوف الطيف الخطي بتاع الهيدروجين عامل ازاي، تمام. ادي اهي انبوب التفريغ بها غاز هيدروجين، بها غاز ايه؟ هيدروجين، تمام؟ وفرق جهد مرتفع، تمام؟ يعني هنا في انبوب التفريغ وفرق جهد مرتفع، حط فيها غاز الهيدروجين، يبقى كده انا عندي ضغط منخفض جدا، تمام؟ حصل ان طلع طيف الخط اللاين سبيكترم، طلع الايه؟ لاين سبيكترم. عشان نحلل الطيف ده عديناه من منشور او من طياف او بريزم، تمام؟ طلع اتحلل لكذا لاين او كذا طيف، تمام، من خطوط ملونه، تمام. ادي اهي استقبلها على اللوح ده، تمام، فطلع ان عندي، تمام، ادي عند 410 ده لون، و434 نانومتر ده لون، و486 نانومتر، و656 نانومتر ده بتاع الهيدروجين، تمام. كانت عبارة عن إيه؟ خطوط صغيرة ملونة تفصل بينها مساحات معتمة، اللي هي المساحات دي، تمام؟ خلاص؟ طيب، واكتشفوا إن الطيف ده بتاع الهيدروجين ما بيطلعش زيه من أي عنصر تاني، هو للهيدروجين بس. يبقى استنتجنا إن الطيف الخطي لأي عنصر، تمام؟
صفه مميزه له، وبالطريقه دي اتمكن العالم بور من وضع النموذج الذري له بدراسه طيف الانبعاث الخطي لذره الهيدروجين. تمام. طيب الطيف بيقول لي كمان هنا ان الطيف الخطي لذره الهيدروجين كما في الشكل ده، تمام، يتكون من اربعه ايه خطوط، اربعه خطوط، تمام، اربع خطوط ملونه اللي هم عند 410 نانومتر، 434 و186 656. طبعا الناس معلومه كده يعني خارج المنهج، الناس لما بتذاكر حاجات بيقول لك طب والحاجات دي تعمل ننفعنا في ايه؟ هي دي كيمياء. الكيمياء بالعكس، ده انت تعرف فكره الطيف دي قايمه عليها فكره كل الاجهزه اللي موجوده في معامل التحاليل الطبيه بتعتمد على الطيف ده، ان انت تطلق الجهاز لكل، طبعا في ناس كتير شغاله وما تعرفش القصه دي، ان كل لون بلو اللاين بتاعه، تمام، اللي بيقرا عنده، تمام، 410 ده بيقرا لون، و 434 يقرا لون، و 486 يقرا لون، فبيخلي ان كل تحليل من التحاليل الطبيه مثلا او تحاليل كيميائيه في اي مصانع كيماويات بتدي لما بيحطها على كاشف معين بتدي لون، تمام، اللون ده بيبقى بيدل على مدى وجود العنصر ده او بكميه صغيره او كبيره او عدم وجوده، بنقدر نكشف عنه بالايه؟ باستخدام السبيكتروم، تمام؟ فاغلب اجهزه الكيمياء اللي في معامل التحاليل الطبيه ومراكز التحاليل الكيميائيه اللي بتقيس التركيز بتعتمد على فكره السبيكتروم، تمام؟ طيب تعال نشوف الطيف. السؤال هنا بيقول لي ايه؟ علم تسميه طيف الانبعاث الخطي بالطيف الخطي. تسميه طيف الانبعاث بالطيف الخطي، الطيف ده، تمام؟ سموه بالطيف الخطي ليه؟ لانه بيتكون من عده خطوط ملونه تفصل بينها مساحات معتمه، تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي علل الطيف الخطي لاي عنصر هو صفه مميزه له. ليه؟ لانه لا يوجد عنصران لهما نفس الطيف الخطي، لان مفيش عنصرين لهم نفس الطيف الخطي. وبكده نكون خلصنا الفيديو البسيط ده، تمام؟ كمقدمه بسيطه للمنهج، و اتمنى الناس اللي مش فاهم حاجه حتى يكتب لي في الكومنتات، واي نقد بناء احنا بنستقبله عادي، مفيش اي مشكله، و تتابعوا معايا المنهج الثانيه سنه، وكل انا عندي البلاي ليست في كذا منهج بعمله، تمام؟ فالمنهج اللي هلاقي الناس بتتفاعل معايا وبتسال وكده، فاحس انه مطلوب، فهكمل وهزود فيه زي ما حصل السنه اللي فاتت. الناس بتوع بيولوجي مدارس لغات اولى ثانوي لقيت هم اللي بيضغطوا جامد، وهم اللي متابعين، وهم اللي بيسالوا، فاضطريت ان انا اتجاوب معاهم وحليت لهم اغلب الامتحانات بتاعتهم. واتمنى للجميع التوفيق، ودايما نقول الحمد لله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.